في ممثلة المفروض أنها إماراتية، بس هي أساساً إيرانية مجنسة إماراتي على زوجها الأولي. حلو؟ حلو. طالعة تتكلم حبيبتي، تقول عن تاريخها اللي كان في الكويت. حبيبتي أنت تاريخك في الكويت ما كان فن، كان حاجات تانية. أوكي؟ كان تاريخ بقضايا الكبتي ما شاء الله، ورحتي كذبتي على الناس، قلتي انا طلعت من قضيه الكبتي براءه، وانتي طالعه عدم نطق بالعقاب. عدم نطق بالعقاب حق الناس اللي ما تفهم بالقانون معناه ان القاضي واثق ان هذا الشخص سوى الجرم هذا، لكن في خطا مثلا في الاجراءات، باجراءات القبض او التصريح بالالقاء بالقبض او 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 نفي، ويوقعون تعهد بعدم تكرار هذه الفعلة مرة ثانية. ماشي؟ تاريخك يا حجية يعني ما شاء الله انقبض عليك مرة بعد جاية سهرة من مخيم الفجر، سهرانة وسكرانة وحالتك بالبلة ووضعك تعيس. تاريخك في الكويت لما المؤجرين أو بالأصح أصحاب العقارات بطلوا أن يأجروا لك شقة تنثبرين فيها أنت مع عيالك، لأن ما شاء الله عليك دايما قاطة فلوسها، يعني إذا طلعت فلوس من حاجة تانية ماشي دايما ما تدفع الأجار، وصاحب العقار ما قام يأجر لها يقولك أنا ما يخلق مشاكل، باكر يعني وراها مباحث وراها دنيا، مدام انقبض عليها بكبتي راح ينقبض عليها كذا شيء بعد كبتي مخدرات، خالصين من هذا الموضوع. حلو حلو. تاريخك حبيبتي لما عيالك قاموا وكسروا واجهة عمارة شقق فندقية كنت تسكنين فيها لسنوات فيها، أوكي، وتوجه صاحب الشقق الفندقية واشتكي عليك أنت وعيالك ماشي، ودفعتي تعويضات ومشاج منه ماشي. تاريخك يا حجية في أشياء كثيرة، لما رحتي أجرتي الشقة اللي في السالمية، السالمية اللي صوب سيتي سنتر، وما قمت تدفعين الأجار، وصاحب العقار أغلق عليك الكهرباء، قعدت أنت وعيالك بالظلمة، ورحت اشتكيتي في مخفر رميثية. نسيتي لما كنت معاش؟ ترى ما نسيت، مخفر رميثية موجود. أوكي؟ في أشياء كثيرة الواحد يستحي يقولها. وآخر عمل انت اشتغلتي في الكويت، اشتغلتي تقريبا كنتي قاعد تضرين لما رحتي حق الفنان الكبير، ما راح نذكر اسمه ماشي، احتراما لشخصه ولان انا وايد اعزه فنان كبير، قلتي له والله عندي ولد عنده مشكله بريله، يبي له اسوي عمليه حقه، عندي اجار متاخر، عندي عيال بمدارس، وعيال يمكن كانوا قاعدين سنتين ماي ثلاثه من غير مدارس مو موديتهم، لأن ما نبي نتكلم في أشياء كثيرة، خلينا ساكتين أحسن. تاريخك يفشل، تاريخك في الكويت يفشل وكافي. لما طلعت لما انقبض عليك بالكبتي، هدى الخطيب طلعت في أحد الجرائد قالوا كتبوا اسم، ليش ما تكتبون اسمها؟ لأن بالأخير إحنا كلنا قاعدين نتلوت سمعتنا، والزمن أثبت إنه هدى الخطيب صح وانتي غلط ماشي، وخليش ماشية في الغلط، ترى عيب. انا ما بيتحجة، كافي الفيديو مالج اللي مصورين اتشياء اللي قاعد تقولين يعني هذا واحد يعطيني 30 ماي 40 الف ما ادري شنو يمشي، يا لهوي شنو هذا؟ يا صج الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعب طيب الاعراق، يبين ان الشعب راح يطلع من هالمدرسة دار الصح. والله شيء فشل، مقصر من الفلبينيات يتكلمون.